ان احنا بنمر بمرحله صعبه جدا، والمرحله الصعبه دي بتقتضي ان احنا كلنا عارفين ان احنا هنتحمل صعوبات، لكن في النهايه لازم الحكومه دي والدوله دي بتقلها ما تنامش على اجسام الفقراء. فلازم ننبههم كل شويه ان انتوا خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم واحنا بنعمل هذا التحول ان انتوا ممكن تدوسوا على ناس كتير مش ناس كتير محتاجه، ناس كتير فعلا فعلا يعني المرتبات اللي هي ما زادتش تقريبا في الفترات اللي فاتت بشكل كبير، والتضخم اللي زاد والاسعار اللي ارتفعت كلت المرتب من المواطن. خد بالك ان في مواطن دلوقتي ممكن فعلا ما يبقاش عنده يجيب عشاء، فانت لازم تاخد بالك من ده. انت وانت بتفكر ما حدش قالك ما تطورش، ما حدش قالك انت الوحيد اللي قلت هرفع الدعم والمواطنين المصريين قالوا ما فيش مشكله وهرفعه بشكل تدريجي ما فيش مشكله وهيساعدك في ده، بس يساعدك وانت بتمشي خد بالك من الغلاب، حاسب عشان انت بتدوس على ناس كتير جدا 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 انت مش حاسس بيهم، انت مش شايفهم، انت لازم تشوف ازاي ده